التزام مع افتتاح موسم الرياض 2022 وصلت شعلة دورة الألعاب السعودية إلى الرياض. وفي مقدمة مستقبليها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، وذلك ضمن الرحلة الطويلة للشعلة والتي تمتد حول مناطق المملكة ومدنها للتعريف بالدورة التي تعتبر الحدث الرياضي الأكبر في تاريخ السعودية وإيصال رسالة سلام وصداقة إلى الناس على طول خط الافتتاح.